ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Hamza? This is your plan. إن شاء الله in this month we'll continue with سورة الشمس إن شاء الله. Now I recite it from آية number 1 to آية number 7. Listen to me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. إن شاء الله we'll do it all together in this month. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.